انا عايز اروح للكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى منتخب نادي الاهلي الاسبق. يا كابتن ناجي، مساء الخير عليك. مساء الخير يا حبيبي، كل سنه وانت طيب وكل وحضرتك سنه طيب والشعب المصري كله بخير. وحضرتك طيب يا كابتن ناجي، تقييمك للمنتخب واسباب الاداء السيء والنتائج السيئه دي في ماتشين بحجم ماتشات كينيا وجزر القمر من وجهه نظرك ايه؟ هو طبعا الحاجه اللي مش حلوه اللي اتعملت خالص في مسابقه الدوري وابعاد اللاعبين عن المنافسه اللي هي بتدي لياقه المباريات، ده طبعا مهم جدا. وبعدين خريطه الكره الافريقيه اتغيرت تماما. لازم احنا يعني في التحليل الفني لازم نعمل يعني فريق العمل بتاع التحليل لازم يكون على درايه كامله بمستوى الفرق ونقاط الضعف فيها ونقاط القوه فيها. فريق جزر القمر فريق خفيف وسريع ومهاري وعنده لعيبه بتلعب في مسابقات كبيره في الدوري الفرنسي وبعض الدوريات الاوروبيه، في موناكو، في سوسو، في فعلا اجاكسيو، في كذا حد يعني عندهم خبرات. وطبعا انا عايز من النقطه دي اقول لبرضو المسؤولين عن الكره في مصر، الدول الافريقيه دي بتطلع اللعيبه 15 سنه و16 سنه للاحتراف وبمبالغ زهيده، بعد كده بترجع اللعيبه دي اسامي كبيره وبترجع عندها خبرات وبترجع تفيد منتخبات بلادها. بتلاقي الكينيا معظم الفرقه كانت يعني لعيبه محترفه خارجيه. جزر القمر اللي هي بلد صغير وبلد مش على خريطه الكوره خالص، فيها اثنين بس يعني لعيبه محليه. طبعا اتغيرت خريطه الكوره واتغيرت المنافسين، لكن ده ما طبعا ما يديناش اسباب ان احنا نكون اقل منهم. بالعكس، اللعيبه اللي في الملعب بالظبط المفروض ان هي لعيبه كبيره ولعيبه تقدر تكسب جزر القمر في جزر القمر وتقدر تكسب كينيا في كينيا بهيف سكول وكل حاجه. لكن طبعا العذر، كل العذر ان يعني بنحاول نوجد اعذار، لكن انا عندي ثقه كبيره في الفرقه. طبعا عدم وجود محمد صلاح ده جزء مش ممكن ابدا نغفله، طبعا له دور كبير جدا. محمد صلاح بيفرق مع ليفربول يعني اكيد. بعض اللاعبين طبعا في الناقصين من المنتخب واللعيبه اللي من لعيبه المنتخب الاولمبي اللي احنا كنا هنركز عليهم في البطوله الافريقيه اللي فاتت، لولا تغير الاستراتيجيه ان البطوله اتقلبت في مصر. بس هل دي اعذار كافيه يا كابتن ناجي؟ يعني احنا عندنا عدد من اللاعبين المميزين. مش اعذار كافيه. لا مش اعذار كافيه. مش اعذار كثيره، مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب لعيبه دوليه وعندهم خبرات، مش اثناء واحد ولا اثنين خدوا فرص جديده. لا مش لعيب، مش اعذار ولا حاجه. الحلول طيب، احنا في عز بنلعب في كل بتحصل بعض المباريات كره القدم ده طبيعي، واحنا في عز ما احنا بنكسب وبنوصل لنهائي افريقيا غلبنا من تشاد. يعني عايز اقول للناس انه ده ممكن يكون في كره القدم بعض المطبات ان احنا مش عايزين نقف عندها عشان ما نعطلش نفسنا. بالظبط. لكن انا عايز اتكلم في النقطه المضيئه في المباراه اللي هي اللي هو محمد الشناوي. طبعا نجم المباراه النهارده. يعني حاجه بقول له انا فخور بيه جدا. معدلات الثقه عنده بقت مرعبه. بيلعب ما شاء الله عليه اي ضغوط، وده من واضح من بدايه كاس العالم، من بدايه لعبه في كاس العالم ومع النادي الاهلي ومع المنتخب. هو النقطه المضيئه في المنتخب، يعني لما بتفوزوا بتلاقيه فرصه فرصتين. طيب كابتن ناجي، هو موجود ومركز وثقه كبيره جدا. انا هستاذن حضرتك يا كابتن ناجي، تفضل معانا على التليفون، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل المداخله المهمه دي مع الكابتن ناجي. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، اروح مره ثانيه للكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق ونكمل كلامنا على منتخب مصر. يا كابتن ناجي اهلا بيك مجددا. اهلا يا عمي. كنا بنتكلم على الشناوي واشاده حضرتك بيه، واكيد برضو حضرتك من ضمن الناس اللي ساعدت الشناوي في الوصول للمستوى الحالي واللي ادى لتالقه وكان نجم المباراه النهارده في جزر القمر. يعني هو انا عايز اتكلم على 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 الشناوي، على شخص الشناوي. يعني اللي هو بيشتغل على نفسه جوه الملعب وبره الملعب ومحترف حقيقي. يعني
انا طبعا كان في بينا مكالمه بعد مباراه كينيا، وقلت له هكلمك بعد ماتش جزر القمر، تسافر بالسلامه مش عايز اضغطك، لكن انت زي الفل، وحتى مباراه كينيا كنت احد نجومها، وان شاء الله باذن الله تسمع الفارق في جزر القمر. وخلي بالك جزر القمر ما كانش مباراه سهله، مباراه لازم يبقى فيها تركيز عالي جدا. هو اصبح سنه من سناته حارس تقيل، عارف يعني ايه حارس تقيل يا امير؟ فاهم فاهم، يعني 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 يصنع الفارق بالظبط، تبقى مطمن وهو موجود. ليه؟ اه بالظبط كده، بالظبط، حارس عنده مواصفات يعني جسمانيه وبدنيه وفنيه وذهنيه، وبتك على الذهنيه دي قوي، ان هو من كاس العالم وكل مبارياته تقريبا بنفس التميز، ما قلش ولا فقد تركيزه في بعض المباريات، ولكن واخد نفس الدور، لانه انا عارف هو عايش ازاي، عايش حياته بره الملعب محترف، بياكل كويس، بينام كويس، بيتمرن كويس، بيشتغل على النواقص اللي عنده. حاجه مفرحه، وانا يعني بجد بجد فخور بيه وفخور باللي هو بيعمله، وان شاء الله يفضل مكمل، وان شاء الله يكون عنده فرص يعني في كرة القدم أعلى بكتير من اللي هو فيها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نصايح حضرتك يا كابتن ناجي، بما إنك عندك خبرات كبيرة جدا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي، النصايح اللي حابب تقولها للجهاز الفني اللي موجود دلوقتي إيه عشان نخرج من الأزمة دي ومن الأداء السيء اللي إحنا بنشوفه ده؟ لا هو طبعا الجهاز الفني عنده فرصة بقى الفترة اللي جاية، هيتم يعني بطولة الدوري هتبتدي يعني تستمر، اللعيبة هتخش فورمة مباريات، أكيد هيبقى في عناصر هتضاف للقوام المنتخب من المنتخب الاولمبي، بعض المميزين من المنتخب الاولمبي، مش عايز برضو كمان ناس تبقى يعني تفكر ان لعيبه المنتخب الاولمبي هتبقى ليها ادوار كبيره، لانه طبعا هم لسه محتاجين خبرات، يعني هيبقى بعقل طبعا اختيار الاثنين ثلاثه اللعيبه اللي هم المميزين في المنتخب الاولمبي، ولازم ما نخليش اللعيبه الكبار بتاعتنا يفقدوا ثقتهم، يعني لعيبه عندها خبرات كبيره وعندها مباريات، عدد مباريات دوليه كبيره، لازم نساعدهم ان هم يستعيدوا ثقتهم، مش ان احنا نفقدهم ثقتهم ونبتدي نتكلم على لعيبه المنتخب الاولمبي بالظبط، صح، ان هم دول اللي هيشيلوا، لا يعني لازم نعمل حسابات محترفه شويه، انه لا اللعيب الدولي محتاج خبرات كبيره نديها له ازاي، يبتدي يخش في المباريات بسيكونس معين، مش يعني نحطهم في الملعب نحطهم في النار مره واحده، لا بالعكس يبقى في قصه يعني بشكل يعني متأني جدا، انت تحط بعض لعيبه المنتخب الاولمبي تديهم ادوار معينه في اوقات معينه في اتموسفير معين، صح، صح، كسبان مباراه بشخص واحد بشخص اثنين، لكن مش عايزين نفقد لعيبتنا الكبار ثقتهم في نفسهم، نحاول نرجعهم لعيبه كتير. النني مثلا كل الناس عامله ضغط عليه كبير جدا، ولكن النني لعيب كبير ولعيب تكتيكي من الطراز الاول، مش لازم يفقد ثقته في نفسه. بعض اللاعبين في خط الدفاع بالذات الاداء التكتيكي الدفاعي بيشتغل عليه كويس جدا، لانه بقت ميزات الفرق الافريقيه ست اللاعبين اللي قدام، بيبقى فيه سرعه وبيبقى فيه خفة حركة وفي مهارة، لازم نعمل يعني أداء تكتيكي دفاعي يتناسب مع الكرة الأفريقية الجديدة. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. أخيرا يا كابتن ناجي، عايز أخد توقعاتك لمباراة بكرة للمنتخب الأولمبي ومباراة مصرية ومؤهلة إن شاء الله بإذن الله لأولمبياد طوكيو، والرسالة اللي حابب تقولها للجهاز الفني واللاعبين. لا اللي هم الولاد بيعملوا حاجه بيدونا انطباع ان هم بيبذلوا اقصى جهد عندهم، وده المهم جدا، في رجوله وفي قتاليه وفي كفاح، فده ما يخوفنيش. يعني حتى لو في نتائج يعني لا قدر الله مش كويسه، يبقى هم عملوا اللي عليهم، بس انا ان شاء الله شايف ان هم بكره ان شاء الله هيأدوا لنا مباراه كويسه جدا. بقول لمحمد صبحي دورك مهم، تركيزك مهم، البوزيشن بتاعك دايما، لانه طبعا هنواجه اطوال كبيره، لازم تمركزه يبقى مناسب دايما عشان يوصل للكوره في وقت مناسب، لانه عندهم اطوال تصعب يعني ادوار حارس المرمى، هو ولد كويس وعنده شخصيه،
وان شاء الله يؤدي مباراه كويسه، وان شاء الله نفرح بيهم بكره، وان شاء الله نبارك لهم على تاهلهم لطوكيو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن ناجي انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه والقيمه، كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق.